بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الرابعة قسم هندسة تقنيات المكان والمعدات في كلية التقنية المسيرة بجامعة الفرات الأوسط. محاضرتنا لهذا اليوم خاصة بمادة المشين ديزاين، وتحديد الموضوع البروشر فيزلز. متحدثكم الدكتور حيدر الرحمن داود فيما يخص الكلاس كود الخاص بمادة المشين ديزاين مبين أدناه. اليوم راح ناخذ موضوع كلش مهم ضمن سلسلة محاضرات المشين ديزاين في مرحلة الصف الرابع، تحديدا موضوع خزانات الضغط. راح نتعرف خلال هذا الموضوع على ما يلي. اللكتشر اوت لاينز راح نتحدث على مقدمة خاصة بالموضوع الانترودكشن كما جرت العادة. Later we are going to talk about the classification of pressure vessels, تصنيفات خزانات الضغط. Then we are going to talk about stresses in a thin cylindrical shell due to an internal pressure. راح نتحدث على الإجهادات اللي تتولد بخزانات ال thin shell cylindrical shell خزانات الأسطوانية ذات الجدران الرقيقة due to an internal pressure نتيجة الضغط الداخلي. وهذا راح تقسم الى نوعين من الاجهادات اللي هو circumferential or hoop stresses الاجهادات المحيطيه، واللونجيتودينال stresses او stress اللي هو الاجهاد الطولي. Later we are going to talk about change in dimensions of thin cylindrical shell due to an internal pressure تغير بالابعاد بالخزانات نتيجه الضغط الداخلي thin shell الخزانات الرقيقة. بعدين راح نحكي على thin spherical shells الخزانات الكروية ذات الجدران الرقيقة subjected to an internal pressure and change in dimensions اللي تتعرض إلى ضغط داخلي وكيفية تغييره بعده. وأخيرا راح نتحدث على في نهاية المحاضرة راح نتحدث على thick cylindrical shell subjected to an internal pressure اللي هي الخزانات ذات الجدران السميكي. طبعا تدخل المحاضرة أيضا كما جرت العادة حل مجموعة من الأمثلة الخاصة بهذا الموضوع بشقيه الـ thin shell والـ thick shell pressure vessel. نعم، فيما يخص المقدمة الخاصة بهذا الموضوع الـ pressure vessels أو الـ cylinders أو tanks الخزانات وال بالمعنى الدارج نسميه تانكي اللي هي جاية من كلمة تانك are used to store fluids under pressure استخدم حتى نخزن به ضغط سائل أو قسم منها طبعا اللي خزن الغازات اللي تكون بالعادة يعني الخزن يكون تحت تأثير ضغط. The fluid being stored may be undergo change of state inside the pressure vessel as in case of steam boilers. طبعا يصير تغير بالضغط مثل مثال على ذلك اللي هو خزانات الضغط اللي تستخدم لسخانات steam boilers. السخان اللي بالبيت هذا بنعتبره steam boilers اللي يسخن بالماء ايضا هو pressure vessel. الستيم بويلرز اللي تستخدم بالمصافي ايضا pressure vessel وهكذا. طبعا هاي اشكال متعدده للخزانات الخزانات الضغط. Or it may be combined with other reagents as a chemical plant محطات الكيميائية. The pressure vessels are designed with a great care because rupture of pressure vessel means an explosion. طبعا تصمم بعناية فائقة لأن أي rupture أو damage يصير به خزان الضغط معناه انفجار كما هو الحال في خزانات اللي تحوي على غازات قابلة للانفجار which may be cause loss of life and property بسبب خسارة بحياة الأشخاص والموجودات المادية. The material of the pressure vessel may be brittle such as cast iron. ممكن المعدن الخاص بخزانات الضغط يكون قصف مثل cast iron or ductile such as mild steel أو مطيلي مثل mild steel. طبعا هاي صور مختلفة لخزانات الضغط. الغواصة هي pressure vessel، البارل البرميل العادي هو خزان ضغط، التانكي وهكذا. كل هذه الأمثلة اللي نشوفها هي خزانات ضغط
مصممة بعناية، كل حسب استخدامه. فيما يخص تصنيف الخزانات الضغط الـ Classification of Pressure Vessels، التصنيف مالته ممكن تصنيف اعتماد نوعين من التصنيف، الأول according to the dimensions بالاعتماد على أبعادها، والثاني according to the end of and the end construction اللي هو نوع النهائي. يعني according to the dimensions حسب الأبعاد نقسمها إلى نوعين، thin wall shell، هل نكبرها شوية هنا تصير عندك شوية واضحة، طبقا للأبعاد according to the dimension نصنفها إلى نوعين خزانات الضغط، thin wall shell والthick wall shell، اللي هي طبعا الشيل مصطلح آخر للفزل، يعني هذا ممكن نستخدم كشيل، يعني إذا قلنا سي شيل نقصد بالمحار اللي هي الطبقة أو الجزء بحالة الخزانات اللي هو البليت المصنع من الخزان، ممكن نسميه thin wall shell، ممكن نسميه thin wall vessel نفس التسمية، thin wall shell و thick wall shell يعني خزانات ذات جدران رقيقة وخزانات ذات جدران سميكة، بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على قطر الخزان وسمك الجدار اللي مصنوع من البليت. إذا كان حاصل قسمتهم أكبر أو يساوي 10 فنصنفه على أنه هو thin، يعني القطر بالنسبة إلى السمك، بينما إذا كان قطر الخزان بالنسبة إلى سمك أقل من 10 فبهاي الحالة نعتبره thick خزان سميك. تمام. فيما يخص ال thin wall shell، إذا كان هذا طبعا حكيناه، يعني النسبة حكيناها هذه بشكل مختصر، إذا كانت النسبة أكبر أو تساوي أو أقل أو تساوي 10 شنو نسميها. الأمثلة على الأمثلة على ال thin shell مثل البويلرز، التانكس and pipes، هاي كلها أمثلة على thin wall shell، بينما thick wall shell أمثلة عليها مثل طبعا اكو pressure cylinders، high pressure cylinders اللي هي اسطوانات ضغط العالي مثل اسطوانات الأكسجين والأكسيستيرين وغيرها، والتانكس بعض التانكيات أيضا تصنع من thick wall shell، الجان بارل اللي هي سبطانة مع الأسلحة وغيرها. فيما يخص النوع الثاني من التصنيف اللي هو بالاعتماد على النوع النهائي، تقسم إلى نوعين open end vessels و closed end vessels، اللي هو تكون خزان مفتوح من النهايات مثل simple cylinder with piston، الاسطوانة مع المحرك نعتبرها open end vessels مفتوحة من الجهتين، أوكي وغيره، بينما الـ closed end vessels اللي هو خزانات مغلقة النهايات، مغلقة النهايات أوكي، وهذا تطبيقاته كثيرة يعني موجودة. بحالة الـ open end circumferential أو الـ hope stress are induced by the fluid pressure، الإجهاد المحيطي لأنه مفتوح النهايات فراح يتولد عندي إجهاد محيطي فقط، بينما بحالة الخزانات المغلقة يتولد عندي خلينا نكبرها شوية هنا، يتولد عندي longitudinal stresses إجهاد طولي in addition to circumferential stresses are induced، يعني نوعين من الإجهاد يكون عندي طولي ومحيطي، بينما بالخزانات اللي تكون ذات النهايات المفتوحة يتولد عندي إجهاد محيطي فقط. الستريسز ان هسه راح نحكي على الاجهادات المتولده بالثين سلندريكال شيل ديو تو ان انترنال بريشر، اللي هي الخزانات ذات الجدران الرقيقه نتيجه الضغط الداخلي. الخزان بشكل عام الدايمنشن مالته هذا، يعني الطول مالته ال وقطره دي سمول. الخزانات اللي تتعرض الثين سلندريكال شيل اللي تتعرض يكون بها ضغط داخلي بريشر بي سمك الجدار تي، يتولد بها انواع من الاجهاد. اول اجهاد راح ناخذ اللي هو سيركمفرنشال او الهوب ستريس اللي هو الاجهاد المحيطي، او ما يسمى باسم العالم اللي اخترعه اللي هو هوب، سمي الاجهاد على اسمه هوب ستريس. مثل ما حكينا انا عندي هاي اسطوانه طولها ال قطرها دي بها ضغط داخلي مقداره بي سمكها تي، ف
فهذه نوع هيك نوع من الاسطوانات تتعرض الى اجهاد محيطي. شنو الاجهاد المحيطي؟ الاجهاد المحيطي اللي هو يكون على الداير، على امتداد الخزان. اوكي، على امتداد الخزان. Another words بمعنى اخر، it is a tensile stress on longitudinal section or on the cylindrical walls. يعني وين يتولد عندي الاجهاد المحيطي؟ من اسمه. يعني هسه اذا سوينا له توضيح شويه، خلينا نرسمها شويه. يعني انا عندي على الداير، مدار سكشن، عندي اجهاد على طوله على الداير، فاجهاد محيطي هذا نسميه. اذا اعتبرنا انه البي هو بريشر، الانتنسيتي اوف انترنال بريشر، والدي هو الانترنال دايمتر اوف ذا سلندريكال شيل، اللي هو لينث اوف سلندريكال شيل، طولي للخزان، تي ثيكنس اوف سلندريكال شيل، سمك الجدار، السيجما تي 1 هو السيركمفرنشال اور هوب ستريس فور ذا ماتيريال اوف ذا سلندريكال شيل. ما راح كلش يعني نحكي بالاشتقاق، باختصار انه السمك مال الجدار الخاص بهيج نوع من الخزانات يساوي البريشر في الدايمتر مقسوم على 2 في سيجما تي 1 الاجهاد المحيطي. اذا رتبنا المعادله بطريقه ثانيه، in construction large pressure vessel like steam boilers، مثل خزانات البخار، طبعا هذه ما تتكون من قطعه واحده، تتكون من مجموعه قطع. فحتى نثبتها، يعني شلون مجموعه قطع؟ يعني ممكن هو نفس الخزان متكون من اكثر من قطعه، هسه مثل ما راح نرسمه هنا، متكون من اكثر من قطعه. اوكي، هذا الخزان مالتي بس ما متكون من قطعه واحده، يعني قطعه ثانيه وهكذا. خلينا نقول من قطعتين. طبعا هذه حتى نثبتهم مع بعض شو نحتاج؟ نحتاج بيه شنو؟ او هذه مثلا قطعه ثانيه. اوكي، هاي بليتي. طبعا شلون حتى نثبت هاي القطعه؟ باستخدام الريفت جوينت اللي حكينا عليه بالمحاضره الاولى، نثبتها بمجموعه ريفتات مثل ما نشوف هنا. اوكي، طبعا هذا ريفت طولي على الطول، وهذا شنو؟ ريفت على المحيط، محيطي. اوكي، ربط طولي وربط محيطي، لان مستحيل خزان القام تكون من قطعه واحده من البليت، لازم مجموعه قطع. فنثبته بمجموعه براشيم ريفتس ار يوزد اور ويلد، او لحام ار يوزد، شوف لحام او ريفت ار يوزد ان جوينينج توجذر ذا انس اوف ستيل بليتس. In case of riveted joint, the wall thickness of a cylinder راح يشرح، تدخل عندي بالمعادلة جوا هنا بالمقام، الكفاءة الطولية بالمقام، the efficiency of longitudinal rivets. ليش؟ لأن أنا عندي الإجهاد، شوف هذا عندي الربط الطولي للربتات، وعندي الإجهاد إيش بيه؟ الإجهاد عندي على الداير بالمحيط، فمن اللي راح يقام لك إنه الخزان الشيا مالته ما ينفتح البليت؟ اللي هو الربط الطولي للربتات. فعلى الأساس خلينا كفاءة الربط الطويل للربيتات. نعم، فيما يخص السيركمفرنشال أو الهوب ستريس، تلاحظ أنه السيجما تي 1 في حالة الدكتايل ماتيريال ناخذها 0.8 من السيجما يلد مال المعدن، بينما بالبرتل ماتيريال ناخذها 0.125 من السيجما التميت. وهاي لها تفسير بالمعادن الدكتايل، عندي نقطة اليلد بوينت تظهر بعدين يساعد الفيلر هذه. فعندي قبل ما ندخل بالبلاستيك، عندي منطقة اليلد ستريس، اليلد بوينت ستريس، فهي 0.8 من عندها، بينما بالبرتل ماتيريال، ما عندي هاي الكيرف، ما يكون بهالشكل، هذا يكون على شكل لاين، بعدين يصير عندي الفيلر. فأعلى نقطة يوصلها الماتيريال هو السيجما التيميت، بحالة المعادن القصفي. هذا يفسر ليش انا اخذ الالتيميت بالبرتل، وليش اخذ اليلد ستريس بالمعادن المطيلية.
طبعا الكتاب المنهجي هو هذا الشابتر، شابتر 7 هذا البريشر بزل، كتاب المنهجي ماشين ديزاين باي خورمي، هذا شابتر 7. لذلك الجدول اللي نشوفه هنا هو 7.1 اللي هو يعطيك مينيمم بلاي ثيكنس فور ستيم بويلرز. اذا انت تريد تصمم بويلر قطره كذا، هنقول 0.9 متر او اقل، لازم اقل شيء ناخذ 6 مليم، يعني اكثر من 1.8 متر دايمتر لازم اخذ شنو 12 مليم، وهكذا. هاي معلومات عامه، هي ما راح نستخدمها كلش، بس خليها ببالك. يعني اذا انت كمهندس تريد تعرف شنو المينيمم بليت ثيكنس للاي خزان، هذا الجدول يعطيك فكره عنه. طبعا اكو ستاندرات هوايه، اكو ستاندرات خاصه بالبروجر بزلز يعني خاصه. اوكي، هذا الحكي حكيناه بشكل عام. فيما يخص اللونجيتودينال ستريس اللي هو الاجهاد الطولي اللي هو خزان، مثل ما حكينا، اللي يكون هذا على طول الخزان، على طول الخزان، ما يتولد عندي على المحيط، يتولد عندي على الطول، على طول الخزان. لذلك يحاول دائما يقطع لي الخزان بالمنطقة معينة على الطول. المعادلة ايش تختلف عن المعادلة السابقة؟ هناك عندي على 2، هنا صار عندي على 4. ومكان ما نقول سيجما تي 2 تي 1 راح نقول راح سيجما تي 2 اللي هو اللونجيتيودنال ستريسز. بقيت رمز تختلف بحالة انه عندي نفس المعادلة، ومثل ما حكينا انه اذا رجعنا شوية للسلايد القبلي، قلنا هذا الريفيت من يقاوم للجهاد الطولي؟ ناني الجهاد الطولي اللي هو على الطول الستريس، قام لي الربط المحيطي مع الربيتات. لذلك هنا بهاي المعادلة ايش خليت في المقام الافشنسي سي اللي هي الافشنسي اوف ذا ساكوفريشال جوينت. ولا تنسى هنا عندك مو 2، عندك 4، وهذا هو الجهاد الطولي، هناك عندي الجهاد المحيطي. تمام، فروم اباب وي سي شو نستنتج من هذه؟ انه longitudinal stress is half of the circumferential or hoop stress. Therefore the design of the pressure vessel must be based on the maximum stresses اللي هو الهوب ستريس. يعني شنو؟ يعني شو نحصل من هذا؟ انه الاجهاد او سيجما تي 2 الطولي هو نص سيجما تي 1، ذلك الهوب ستريس يكون اعلى. يعني السيجما الهوب ستريس هو مرتين بقدر الجهاد الطولي. لذلك على الاساس معظم الخزانات اللي بالبيوت، التانكيات القديمه اللي كانت تصنع من البليت، كان فشل ما تكون على المحيط، ما يكون على الطول، يعني على الداير، لان الجهاد هنا مرتين بقدر الجهاد الطولي، مرتين بقدر الجهاد الطولي. حكينا على الهوب ستريس، الجهاد الطولي والجهاد المحيطي. هسه راح نحكي على change in dimensions of thin cylindrical shell due to an internal pressure. طبيعة الحال الخزان وهو فارغ أبعاده ما تشبه الخزان وهو مليان، يعني بالفلويد أو بالغاز. When the thin cylindrical shell is subjected to an internal pressure, there will be an increase in diameter as well as the length of the shell. يعني راح يكون عندي تغير وين؟ بالقطر وبالطول. ما طول عندي تغير بالقطر وبالطول، راح يصير عندي تغير بالحجم، بس راح نحكي عليه. اذا فرضنا انه ليل هو طول الخزان والدي هو الدايميتر مالتي، بدنا نحكي هنا thin shell كله، يعني تي thickness of cylindrical shell، البي intensity of a time pressure، اللي يونغز مودولوس اوف for material of the cylindrical shell، and mu هو the Poisson's ratio. التغير بالطول اللي يصير بالدايمتر cylindrical thin pressure vessel، الضغط في الدايمتر تربيع مقسوم على 2 في السمك في modulus of elasticity في المعدن المصنوع من الخزان، في 1 ناقص mu على 2. إذا ردنا نحسب التغير بالطول increase in the length of the shell،
الدلتا ال يساوي البريشر في الدايمتر في الطول على 2 تي في دي على في 1 على 2 ناقص ميو بوزن ريشيو. بشكل عام التغير بالحجم هو الفاينل فوليوم الحجم النهائي دلتا في تغير بالحجم الفاينل فوليوم ناقص الاوريجينال فوليوم. اذا حطينا الفاينل فوليوم بهالشكل هذه راح ترتبها انه فاعل 4 دي زائد دلتا دي. دي هو الدايمتر، الدلتا دي هو تغير بالقطر تربيع فيه الطول الاصلي زائد دلتا ال اللي هو التغير بالطول ناقص فاعل 4 دي تربيع. اذا اهملنا الكميات الصغيره neglecting small quantities ممكن نكتب المعادله الخاصه بالتغير الزياده في الحجميه الخزان بالشكل هذا اللي هي تعتمد على تغير بالطول function of delta L and delta D. المعادلتين صحيحة يعتمد على الفرضية للتفاضل. نعم راح نحكي هسه على thin spherical shells subjected to an internal pressure اللي هي الخزانات الكروية اللي تتعرض الى internal pressure ضغط داخلي وايضا تغير بالابعاد مالتها. راح نحكيها بشكل مختصر. الخزان الكروي ما بيطول، يعني هو يعتمد بالاساس على حجم الكره. خزان سمك جدار ماتتي واللي يتعرض الى ضغط مقداره بي بالداخل. الدايمتر اوف ذا شيل الستورج كاباسيتي اوف ذا شيل فوليوم حجم الكره هو باي على 6 دي تكيب. اذا رتبنا الدايمتر بدلاله الحجم راح يكون دي يساوي 6 في على باي كل مرفوع للقوه 1 على 3. هذا شلون نحسب الدايمتر مال شيل مال خزان بالاعتماد على حجمه. وشلون نحسب السمك مالتي؟ الفورس اللي tending to rupture the shell along the center of the sphere اللي هي تحاول تحطم للخزان شو تسوي؟ ال pressure في الاري الضغط في باي على 4 pressure في بي باي على 4 في دي تربيع. القوة اللي تقاوم تقاوم للرابتشر resisting force of the shell stress for resisting area اللي هو سيجما تي. بحالة الخزان الكروي شنو اللي يميزه؟ ما بي longitudinal stress لان هو كله كرة، فكل الاجهادات اللي بيه هي اجهادات محيطية. سيجما تي راح نسميها tangential في باي دي لان محيطي باي دي تي. باي دي تي اللي هي ال resisting area. إذا سوينا معادلة I وهي معادلة دبل I سويناها حصل على أن السمك يساوي P البريشر في الدايمتر على 4 T. أوكي وهذه تشبه المن؟ تشبه المعادلة الثانية اللي حصلنا عليها بس هذه خاصة للكرة. سيجما T اللي هنا هو اللاتنسي اللي هو ال الستريس اللي تعرض له المعدن الخاص بالسفير. اذا كانت في سيجما سي اللي هو سيركمفرنشال ديفيشنسي اوف ذا سيركمفرنشال جوينت الاجهاد المحيطي اللي حكينا ليش؟ انه مجرد هاي المعادله نضيف لها حد ثاني اللي هو الافيشنسي بالمقام. الخزان بطبيعه الحال يتعرض الى تغير بالدايمتر ال change in increasing or change in the diameter of the spherical shell delta d نقدر نحسبه من هاي المعادله اللي pressure في الدايمتر تربيع ال 4 t في ال e في 1 ناقص الميو. والتغير بالفوليوم يساوي باي ال pressure ديوس 4 8 t e في 1 ناقص الميو. حتى نفتهم الموضوع بشكل يعني سلس اكثر راح نحل مثال. خلينا نحل مثال الأول اللي هو خاص ب المثال هو 7-4 حسب الكتاب المنهجي لأن ال chapter هو chapter 7. find the thickness for the for a tube of internal diameter قطرة 100 ملي subjected to internal pressure. قلنا ال tube هو أو البايبات نعتبرها ال thin wall cylinder هذه كان internal pressure which is 5 على 8 ضغط هذه of the value of the maximum principal circumferential stresses اللي هو الضغط 5 على 8 من الاجهاد المحيطي. also find the increase
an internal diameter of such tube. تغير بالقطر when the internal pressure 90 نيوتن على المتر التربيع. take E 205 كيلو نيوتن على المتر التربيع and mu the positive ratio 0.29. نعم شلون نحسب؟ اول شيء راح نحسب السمك مال التيوب. بما انه السمك مال التيوب مطيني بالسؤال انه هو 5 على 8 من السيركمفرنشال، فنستخدم المعادله الخاصه بحساب الثيكنس بالاعتماد على السيركمفرنشال ستريسز. بريشر في دي على 2 سيجما تي 1 سيجما تي 1. اذا قسمنا ال 5 على 8 هنحصل على 0.625 من السيجما تي 1. اوكي الدايمتر هو 100 ملي، والتي 1 مجهولة. تي 1 ويا تي 1 تروح، سيجما تي 1 ويا سيجما تي 1 تروح، يطلع السمك هو 31.25 ملمتر زيادة في القطر الخاصة بهذا التيوب. نطبق معادلة change in diameter اللي حكينا عليها بالسلايد القبلي، بس بيا حالة هنا مطينا البرشر هنا 90 نيوتن على ملمتر تربيع. نعوض البرشر 90، الدايمتر هو 100، الثيكنس انا حسبته بالخطوة قبلها، وعد المودولوس اوف الاسيستي، يطلع زيادة بالقطر 0.06 مليمتر زيادة في قطر التيوب بالنتيجة ضغط 90 بالداخل. فهي خليها ببالك انه ما طول عندي ضغط داخل، يعني يصير تشينج عندي بالدايمنشن بالثيك وول سندر، ما يبقى نفسه. ناخذ المثال الثاني اللي هو 6-7. الان 6-7 هو ايضا مثال بسيط، السيملس سفيريكال شيل، خزان كروي 900 مليم ان دايمتر 10 مليمتر ثيك، is being filled with a fluid under pressure. مليناه خزان بسائل تحت الضغط until its volume increased by 150 في 10 3 مليمتر تكعيب، لحد ما حجمه زاد. هاي دلتا V. calculate the pressure exerted by the fluid. اريد الضغط اللي يولده هذا السائل on the shell على الجدران او الخزان. taking modulus of elasticity for material of the shell as 200 kN mm تربيع and Poisson's ratio as 0.3. نعم من يقول هذا الموس شيل مو ثيك؟ قلنا نعتمد شنو؟ احنا اذا قسمنا 900 دول دايمتر على السمك فش يطلع؟ 900 على 10 يطلع 90، فهي اكبر من 10، معناها هذا بطبيعه الحال هو ثين وول، يعني بما لا يقبل الشكل. بما انه مطيني بالسؤال، طبعا هذه شيكتها ما مطلوب، بس يعني شيكتها حتى تتاكد انه ثيك لو ثين وول. الثيك وول سلندر مطالبها تماما تختلف عن هذه، هسه نشوف ان شاء الله بالجزء الثاني من المحاضره. increase in the volume of the spherical shell مطيني اياها، هاي معادله الدلتا بي. تمام، معادلة الدلتا V. الدلتا V اللي هو تغير في حجم الخزان عندي، مطلوب منه الضغط، الدايمتر عندي، بقية المعطيات عندي، مجرد اعوض بهاي المعادلة كل معلوم عندي، يطلع عندي من هاي المعادلة الضغط 1.66 نيوتن على متر تربيع. لاحظ ان النواتج لازم تكون عندك منطقية، يعني منطقية. طبعا الكتاب به امثله، يعني على ال انا بنهايه المحاضره بخلي لك مجموعه امثله ان شاء الله خاصه بالثيك والثين وول، ان شاء الله هم نعرج عليها في نهايه المحاضره. احنا هيك نكون خلصنا الجزء الاول من محاضره البريشر فيزلز. البريشر فيزلز اللي هي خاصه بالثين وول شيلز اللي هي الخزانات ذات الجدران الرقيقه. ان شاء الله على المحاضره اللي بعدها راح نحكي على الثيك وول سلندريكال وول، البريشر فيزل اللي هي ثيك وول سلندريكال بريشر فيزل اللي هي الخزانات ذات جدران السميكي. اوكي الى هنا تكون محاضرتنا انتهت، وان شاء الله اي استفسار انا حاضر.
المحاضرة راح تنزل على قناة اليوتيوب حيدر الحمداني. كان معكم متحدثكم الدكتور حيدر الرحمن داود، كلية تقنية مسيب، قسم هندسة تقنيات المكان والمعدات، كلية تقنية مسيب جامعة فرات الأوسط. شكرا لمتابعتكم.